يعني أجواء جميلة جدا من أهلنا بمحافظة العقبة، فعلا بنحب دائما نسمع هذا الفن والتراث الجميل. مكملين معاكم إحنا مشوارنا الصباحي، وصلنا لفقرة الجمال. فترة أعراس يعني ما شاء الله عليهم الصبايا، كل عروس بتكون طلتها أحلى من اللي قبلها. إحنا طبعا رح نعطيكم بعض النصائح وبعض التبس اللي بنحب كل عروس تلتزم فيها لحتى تكون غير شكل يوم عرسها. معنا أخصائية التجميل أماني البشايرة لحتى نحكي أكثر عن الموضوع، ومعنا صبية كمان أمورة كتير عملت لها ميك اب جميل رح نحكي أكثر. أهلا وسهلا ونورتونا. نورك حبيبتي. أهلا وسهلا. صباح الخير. يعني زي ما ذكرت أماني بالبداية، فعلا فترة أعراس، كل يوم عم نسمع فيه حفلة عرس وبده تحضير. أكيد. نحكي عن البداية، العروس قبل ما تيجي لعندك على الصالون شو بتحبي تنصحيها من تنظيف بشرة، من أمور لازم تقوم فيها قبل ما توصل الصالون اللي صح. حيكون نفس يوم عرسها؟ صح. هلا أول شيء لازم يكون في سكين كير كتير يعني قبل اليوم الحفلة. هلا في كتير صبايا بيجوا بتكون بشرتهم متحسسة، تلاقيها عاملة مثلا هيدروفيشل أي شيء بخص تنظيف البشرة قبل بيوم، هذا إشي كتير غلط. حتى يعني واكس، خيط، أي شيء يعني بخص البشرة تبعد لازم عنه. يكون مو تبعد عنه بس تعمله يعني قبل بوقت منيح، يعني مش أقل نفس يوم العرس، 10 أيام بالضبط، مو قبل بيوم يعني أو نفس اليوم. طيب أول ما تصحى العروس بتفضلي إنها ترطب بشرتها وتيجي لعندك على الصالون؟ هذا الترطيب قبل بشهر شهرين أولي. أوكي. لازم ترطيب عالي جدا جدا، لأنه كتير برضو بيجوا بشرتهم ناشفة، وزي يعني أكيد إشي أكيد إنه نظافة الميك اب من نظافة البشرة، لازم البشرة تكون كتير نظيفة، ترطيب، سكراب قبل بوقت منيح، مو نستنى لآخر لحظة ونقعد نعمل هاي القصص. تمام. قد ايه التوتر النفسي بتلعب دور إنه ممكن تطلع لها حبة قبل العرس؟ هاي أو لازم حبة وجه هون العرس. هون كيف بتتعاملي مع الموضوع؟ هلا شوفي، يعني في اشياء احنا بنقدر نخفيها، برضه هو الموضوع مش سحر، يعني انت بتقدر تغطي لون، كلف، هالات، تصبغات، بس في مرات الحبه كبروز ما بتقدري انت يعني 100% تخفيها بالزبط. بس بتخففي منها يعني اكيد. طيب خلينا نحكي بعد تحضير البشره وحطينا المويسترايزر ورطبناها، شو اول الخطوات اللي بتقومي فيها لعمل المكياج، خاصه انها بتكون من بدري بالصالون، يعني تقريبا 12 في عرايس بيكونوا قبل ال 12. هلا احنا بنجيبها قبل بوقت منيح، عشان ممكن انت تقولي لها رطبي وهيك بس تيجيكي لا يعني بشرتها مش تمام 100%، فمنحط لها ماسكات، منرطب، منخليها ترتاح، عشان كثير بتكون ستريس احيانا يعني العروس، فمنجيبها قبل بوقت عشان احنا نرطب قد ما نقدر وتفوت على الميك اب وهي يعني البشره مرتاحه اقل ما فيها. اوكي. بعد هيك بنبلش بخطوات البرايمر، الكوركتر اذا كان في انت مشاكل ببشرتها، عشان قد ما نقدر يعني تكون البشره صافيه. بتعرفي العروس والاضاءه كلها عليها وتصوير، فلازم وساعات طويله وبدنا الميك اب يضل ثابت. اكيد. والثبات هذا لازم يعني. في ميك اب بتلاقيه كل ما يمضي عليه وقت بلش هيك للاسف الاشياء غلط يعني للاسف. تمام. بس الميك اب الصح لازم كل ما يمضي عليه وقت يكون ثابت اكثر واكثر ويصير احلى كمان. فهي بترجع للميك اب ارتست يعني كيف شو بتستخدم، شو التكنيك اللي بتشتغل عليه. موضه 2024 قد ايه بتختلف عن السنوات اللي قبل؟ كثير، بالشعر، بالتسريح، بالميك اب، بكل شيء، بالالوان، تكنيك الشغل كامل. حسيتي انه الصبايا عم تطلب البساطه اكثر، اللوك الناتشرال اكثر عن الالوان القويه عن السنين اللي قبل، حتى بتسريح الشعر؟ طبعا. بتعرفي تسريح زمان كانت كثير فاليوم فعلا فيها كثير، هلا لا، صار الشيء السمبل هو الشيء الاحلى. بالنسبه للميك اب يعني ما بتقدر تحددي. هلا اوكي الاغلب بيطلب الاشياء يعني مش هيفي يكون، بس في ناس لا بتطلبه يعني بتحب الالوان الالوان يعني، بس برضه مش يعني في الوان اكيد لازم نبعد عنها يعني، الالوان يعني مثلا غير النود، الجولد روز، البينك، الورديات يعني هاي اوكي مطلوبه، بس في الوان ثانيه صراحه مش محبذ انه نستخدمها لعروس. تمام. خلينا نشرح عن ميك اب الصبيه اللي معانا. الفاونديشن عم بشوف هايلايت، عم بشوف البلاش تحديد حلو، حتى رسمه العيون، يعني احكي لنا اكثر شو عملتي بالضبط. هلا كل وجه انا بشوفه قدامي اكيد في له شغل معين. يعني مو كل مثلا الوجوه نفس صح التكنيك الشغل صح. ككونتور، كهايلايت، كسحبه عين، كرموش، يعني حتى الرمش لازم نختاره بحذر، لانه في رموش ممكن انت بس تحطيها تخربي كل شغلك للاسف بالضبط. ف
فلازم الواحد ياخذ بعين الاعتبار ملامح العروس يعني. وبما انك عم تحكي عن العيون والرموش، قد ايه في عرايس بزعل انها حاطه لانسز، بزعل انها حاطه رموش مش مناسبين لعيونها؟ ما بتنصحي العروس انه مثلا حاولي ما تحطي لانسز هذا اليوم؟ والله بنصحهم، هم بيزعلوا مرات يعني، بقول لك لا لازم لنسز عشان يبين الميك اب احلى. بالعكس اللنسز اصلا يعني بيضيع الشغل كله، في حتى حدة نظرتها بضيعها. بالضبط، في حده حتى على التصوير بتلاقي العين بتلمع هيك، صح؟ مو إشي لطيف ابدا يعني. فبالعكس احنا بنقدر بالميك اب بالالوان تمام اللي احنا بنحطها، بنقدر احنا اصلا ننور لون العين يعني، نوسع العين، بنوسعها، وحتى اللون تبرز اللون يعني، بيكون بني فاتح بيصير معك اوضح اللون. فهم في منهم بيقتنعوا في منهم ما بيقتنعوا، بس انا بحاول قدر الامكان انه انصحها ما تحط لينسز وما تركب الفلاش اكستنشن، هدول اللي بيقعدوا شهر طوال. انه هدول كمان بيعملوا مشكله كثير، انه هم بيكونوا محطوطين على شكل معين، وانت اصلا يعني لشكل عينها بتكوني في بالك مثلا رسمه معينه رمش خلص لها، فهي بتخرب الشغل. انت ما بتقدري تحطي لها رمش من عندك يعني، انت ما بتقدري تختاري اللي انت بدك اياه وشايفيته مناسب، فخلص هي انت مجبوره تتعاملي مع الرمش الموجود، غير انه هو يعني بيتوسخ من الميك اب، بيصير يجي عليه باودر كله بيعلق عليه، فبتقعد انت بدك تمسكريه عشان تشيلي هاي الاشياء كلها، فبصير زي يعني زي كتله سوداء هي، صح؟ غريبه يعني، بتخرب سحبه العين، تخرب، صح؟ بصير في شيء اسود كتير. وفعلا نوهتي على نقطه كثير مهمه، موضوع الرموش اللي بركبوهم الصبايا وفعلا تقعد بالاشهر، صح. حتى لو ركبت قبل العرس بكم يوم كثير غلط، بتحسي حتى الشعره ممكن تقلبه، رسمه العين كلها مختلفه، كثير بيغلب، كثير بيغلب صراحه. فعلا والاي لاينر مثلا كثير بقول لك بدي اي لاينر بدي سحبه، برضه الاي لاينر مو قاعده اني انا اذا بدي اعمل ميك اب معناها لازم احط اي لاينر يعني، اللي هي السحب المعروفه يعني احنا بنعرفها كلنا. والايلاينر برضو الوان يعني، مو شرط اسود، ممكن انا احط بني بضل حدته اخف على العين يعني، الاسود بتحسيه بيعطي حده كثير، في عيون ما بيناسبها ابدا، فيا بنستغني عنه او بنشتغل على لون بيلبق لها. حلو كثير يعني، هون انا حطيت لها ايلاينر على بني اكثر. حلو كثير، حتى الجلتر اللي حاطتيه فوق حلو لونه، استخدمنا الوان بطريقه رائعه، استخدمنا يعني دمجنا اكثر من لون، مثلا حطينا بالزاويه ممكن تمضير، حطينا بالزاويه دمجت البني مع الاسود بس بطريقه يعني ما خليته حاد برضه. حلو، ورسمتي العين كانها عامله اي لاينر. وبصراحه بتعرفي انا بحس اللانسز بيضيع جماليه العين، بيعطي حده وكحله، صح؟ شغله الكحله البيج والابيض هدول برضه مش لطيفين ابدا بالعين يعني، في كتير ألوان، في أسود، في بني، في كتير ألوان، بس البيج والأبيض بيعملوا العين هيك، في برضه حدة مش مفهومة يعني شو شكل العين، على التصوير بتبين، بس هم يعني يمكن بيشوفوا كتير إنه لازم الكحل البيج أو الأبيض عشان توسع العين، بس أكيد. إحنا بنقدر نوسع العين بطريقة تانية، مش شرط بالكحل. أكيد أماني، خلينا كمان نحكي عن درجة الفاونديشن، قد إيه في عرايس بيكون وشها لون ورقبتها وإيديها لون؟ أنت أكيد مش مع إنه إحنا نبيض أو نغمق. هلا منفتح ضمن المعقول انه ما يكون في فرق. بالضبط يعني، نكون يعني لو بدنا نفتح يعني افتح درجه من بشرتها اللي بشرتها سمراء تضل سمراء يعني، ممكن نفتح بطريقه ثانيه بالهايلايت يعني، مو شرط انه انا احط فاونديشن، لانه انت بقلب معك على جراي اذا كانت البشره سمراء وبدك تفتحيها بطريقه مبالغ فيها. فممكن كمان تعملي ميكس يعني بين الدرجات للفاونديشن عشان انت توصلي لنتيجه تكون مناسبه لبشرتها. فعلا، والاحلى والاحلى انه ما يكون واضح كثير. بالضبط يعني صرنا نميل بالضبط. طيب بعد تحضيرك للعيون والفاونديشن والبلاش، درجه الروج اكيد لازم طبعا بدك تستشير العروس هي شو بتحب، وبرضه بده يكون شيء لابق للالوان اللي احنا حاطينها يعني، ما بينفع احط روج احمر على الوان مثل هيك مثلا، او يعني احنا دائما بنميل بشكل عام للالوان النود اللي هي بتيجي فاتحه وبتلبق لكثير لوكات يعني للعرايس. حلو كثير، بتاخدي بعين الاعتبار رسمه اسنانها، لون اسنانها، ابتسامتها، كل التفاصيل، تنتبهي على كل التفاصيل اماني، وبتحاولي تنصحيها انه مناسب لها. اكيد 100%، هي بتكون ممكن طالبه شيء ومفكره انه حلو، بس ممكن اقنعها بانه لا انه في شيء احلى، خاصه انه لما العروس تتركني اشتغل على راحتي
كل شيء يعني احلى لانه انا شايفه المناسب. حلو كثير. في صبايا بتكون على الحقيقه طالعه بتجنن مثل القمر بالصور للاسف بيكون الميك اب ابدا مش عاطيه حقه، هون الغلط على التصوير اكيد. اكيد طبعا بكون ممكن حسب يعني ما بتقدري انت تحطي شيء ثابت، بس ممكن بالاضاءه ممكن بياس البشره، يعني في اكثر من سبب بيكون لهي المشكله. وانت عم تشتغلي الميك اب بتكوني حاطه في بالك انه مثلا الهايلايت بظلم على التصوير مثلا، ممكن انه هو ما يخلي جماليه بالمكياج او التصوير ولا هلا اذا حط بطريقه لطيفه ومناسبه مش مبالغ فيها ما بيكون في مشكله ابدا. كمان العروس لازم يعني شوي مثلا تحطي لها هايلايت زياده شوي، ممكن حسب هي شو بدها، عشان تعرفي يعني الدرس بيكون ابيض كل شيء ابيض بابيض، فما بينفع انه البشره تكون مطفيه، يعني لازم تكون جلوي اكثر يعني. اكيد البشره الدهنيه يمكن بتعاني اكثر بهذا الموضوع، هل ممكن تنصحيها تخلي معاها باودر كل شوي؟ لا 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 لا. ولا مش مع ابدا راح يصير في خبايص مع عن جد بصير كبتيل واشياء غلط بتصير لانه هذا المنظر احنا دائما بنشوفه محور او للاسف. شوفي هي بترجع للبرودكت يعني اللي بتستخدميه، وبرجع لطريقة الشغل كمان، يعني هاي كلها كتير مهمة، يعني إذا كانت الميك اب ارتست عارفه كيف تشتغل صح. مستحيل يتأثر الميك اب يعني لو مضى عليه لتاني يوم. أكيد بالنسبة لي أكيد يعني بدنا يعني نشكرك أماني ونشكر تواجدك معنا، وفعلا يعني إحنا دائما بنشوف حالنا فيكم بتخلوا الصبية حبيبتي. أحلى وأحلى أنتوا الحلوين، وهي كمان عليها دور تاكل منيح تنام منيح تشرب مي تخلي نفسيتها تمام، وإن شاء الله يا رب بيكون يوم فرح غير عادي. بدنا نشكر كمان الصبية اللي معانا نورتينا وشكرا لكم. أكيد شكرا. ننتقل لإبراهيم. شكرا لك هبة يعطيكم ألف عافية، ويعني مع هذه الفقرة بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي من يوم جديد. نشكر كل الأشخاص اللي تابعونا تفاعلوا معنا عبر الفيسبوك لايف، وفي بداية دائما كل صباح بنتمنى الخير، بنتمنى دائما تحقيقنا لأهدافنا، الامتنان للنعم اللي موجودة في حياتنا، اختيارنا لكلماتنا، اختيارنا للكلمات مهمة جدا زي اختيار الأشخاص لأنه هي اللي بتعطينا طاقة وهي اللي بتكمل يومنا. استمتعوا بيومكم وشكرا للمتابعة، في أمان الله. أكيد شكرا لك إبراهيم، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نتمنى لكم يوم سعيد، ديروا بالكم على حالكم وإن شاء الله دائما بتكونوا مبسوطين ومرتاحين. ساعتنا الأخيرة مع الشيف آلاء وأخصائية التغذية العلاجية دعاء، خليكم معنا.